طالما أن الفساد للأسف مش بس مستمر، متزايد، لأننا أضعنا بوصلة القضاء المستقل منذ ما بعد اتفاق الطائف. يعني أنا بريد أبدأ حديثي معكم وأنهي باستقلال القضاء. ويا شبان وشابات في الساحات، انتبهوا لهذا المطلب، هو المدخل، هو الأساس، هو المفتاح الأساسي للموضوع هذا، موضوع القضاء المستقل. لأنه لا استثمار ولا محاسبة ولا استعادة أموال منهوبة ولا أجهزة رقابة وفق الدستور وفق القانون بدون استقلال القضاء. ونحيي بهالمناسبة رئيس مجلس القضاء الأعلى. رئيس مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة الشاب الذي جمع حوله نخبة نرجو لها النجاح. فإذا التحية كانت مش لرئيس مجلس القضاء الأعلى، بالأساس كانت لنادي القضاة. أنا طفلت وقلت رئيس مجلس القضاء لا بس الأعلى. بستاهل. نعم. معي مباشرة الناشطة، رح نسميها الناشطة جدا جدا في الحراك، المحامية نيلة جعجع. أستاذي نيلة صباح الخير. صباح النور، وصباح النور للمستمعين جميعا، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك وأنتو، يعطيكم العافية. يبدو الحراك ما عنده سن يأس، هل الانتفاضة بعد كأنها باليوم الأول؟ يعني بتخيل الزخم عم بيضل، عم نحن مستمرين فيه. بدي أقول أنه أكثر من بعدها من اليوم الأول، لأنه عن جد هال 46 يوم يلي عشناهم بالساحات، يلي عشناهم بالشارع، يلي عشناهم بالمظاهرات، كثير عم بيوطد العلاقة بين الناس اللي عم تشتغل مع بعضها. المعرفة والإدراك صاروا بمستوى كثير عالي. ما بقى فينا نكون، يعني كل المحاولات اللي جربوا يعملوها إن كان لإجهاض الثورة أو لتقسيم الشارع، كنا كل الوقت عم نواجههم بمسؤولية. حتى التعديات للأسف يلي صارت، أعمال العنف يلي صارت، كمان عم نواجههم كنا بمسؤولية. فبدي أقول إنه الزخم بعده موجود، بس كمان عم بيتوتد وعم بينضج بعد أكثر يوم بعد يوم. العلاقة مع الجيش والقوى الأمنية، برجع بقول نحن مثل ما دايما منشدد، منطالب كل الوقت هدول المؤسسات يلي هن مؤسسات الشعب أولا، إنه يكونوا عم يحموا سلامة الثوار وسلمية الثورة. أكيد مثل ما الكل بيعرف، للأسف أمرار كان عم بيصير في إما أعمال قمع من جهة أو تغاضي عن التعديات اللي تعرضوا لها المتظاهرين والمتظاهرات بمناسبات مختلفة. نحن بعدنا متمسكين بمؤسسات الدولة، بس كمان بكل فرصة وبكل منصة عم نقدر نكون عم نوصل هيدا النداء، إنه يكونوا عم بيقوموا بواجباتهم ويكونوا واقفين حد الناس وعم يدعموا مطالب الناس وسلمية ثورتهم. أستاذي نايلة، طبعا الدولة والسلطة والمؤسسات محكومة بمهل دستورية، مش عم تحترمها. الثورة غير محكومة بمهل دستورية، ولكن بالنهاية دفتريا إنه المواطن لازم يعرف في أجندة محددة واضحة، ولكن هل في سقوف زمنية؟ لحد هلأ النتيجة 100% شعبيا ولكن 0% سياسيا، سوى إذا بدنا نعتبر أنه استقالة الحكومة هي أبرز النتائج. هلأ بس بدي أوضح شغلة، ما حقول 0% بالنسبة للطبقة السياسية، بدي أحكي بعد يعني البيلانس جاي سلبي تحت 0% للأسف. يعني اللي شفناه آخر فترة، يعني بهذا الأسبوع، كيف أحزاب السلطة كانت عم تستغل الشارع وعم تستغل الثورة لحتى يشدوا عضلات بين بعض، لحتى يمرقوا رسائل بين بعض. هيدي بطبيعة الحال بتبين عن ارتباك وإفلاس بالسياسة، يعني غير أنه ودونا لإفلاس مالي وإفلاس اقتصادي، بس كمان مربكين. يعني هيدول مكونات السلطة مرتبكة، ما عم بيعرفوا مثل تعودوا آخر 30 سنة أنه يكونوا عم بيعملوا تسويات وصفقات من خارج الكواليس وبشد عضلات على الأرض. هيدي هالمرة الناس ما بقى عم بتوافق بهول التسويات، هول التسويات هن اللي وصلونا للوضع يلي نحنا فيه خلال الأربعين نهار، الأربعين سنة يلي مرقوا. فأنا بدي أقول إنه بعد أكتر البلاو منه صفر، البلاو بعده سلبي، وبالمقابل عم نشوف قديش هيدا الشيء عم بيقوي من عزيمة الثوار، عم بيقوي من عزيمة المتظاهرين والمتظاهرات. هلأ بالنسبة لموضوع تكليف الدعوة للاستشارات النيابية، مثل ما حضرتك تعرف ما في مهلة بالدستور،
والغريب انه عم بيتحججوا انه ما في مهله بالدستور لا مخالفه الدستور. يعني نحن لما بيكون في واجب محطوط بقلب نص اللي هو دستوري اللي هو اسمى القوانين بدون مهله، مش معناتها انه الواحد في يستأثر باستعمال هذا الحق. بالعكس، كل دقيقه وكل يوم ما عم بيبادر رئيس الجمهوريه للدعوه للاستشارات، هو عم يخرق الدستور بصوره انيه. منا قصه مهل، لنا مهله حث ولنا مهله قانونيه، هو موجب موجود بالدستور ولازم كان من تاريخ من يوم استقاله الحكومه تتم الدعوه للاستشارات. نحن مش منفصلين عن الاجواء السياسيه، بنعرف انه في اكيد يعني اتفاقات عم بدها تصير، في جو بده يكون متوفر لحتى هالاستشارات تودي لمحل يكون ايجابي. انما الاستئثار بهذا الموضوع بالطريقه اللي عم بتصير، بينما علنا عم بيحكوا انه في اجتماعات من هون، عم بيكبوا اسم من هون، عم بيحرقوا اسم من هون، هذا للاسف ضرب كامل للمؤسسات الدستوريه ولدور اهم مؤسسه دستوريه بالنظام اللبناني اللي هو مجلس النواب. يدعوا للاستشارات، بدهم ياخذوا وقتهم ياخذوا وقتهم، ما في اي مشكل. احنا واعيين قديش حساسه هيدي الفتره، وكمان واعيين قديه مطالب الناس، يعني عم نحط السقف عالي، فايني قدام مأزق، بس مش ممكن بقى يكونوا هالقد عم بيهمشوا دور المؤسسات الدستوريه. من ميله الرئيس مطالب اليوم قبل بكره للدعوه للاستشارات الملزمه، من ميله ثانيه كمان النواب يلي ما عم نسمع منهم شيء، ما في حدا منهم عم بيعمل تصريح ولا عم بيطالب رئيس الجمهوريه بانه يقوم بدوره. يعني النواب انا بمحل كان المفروض يكونوا عم بيعتصموا معنا بالساحات، لانه في تعطيل لدورهم هالقد وتهميش لدورهم هالقد. مقبولين يعتصموا معكم بالساحات؟ إذا عم بيعتصموا مثل الشارع منه لحدا، الشارع منه ملك حدا، إذا عم بيعتصموا لمطلب محق، نحن أكيد مع هيدا الموضوع. ونحن ذكرنا بأكثر من مرة، لأنه مثل العادة عم بيحاولوا يحاولوا أهداف الثورة ويلقوا دايما اللوم علينا، يعني من الناحية الاقتصادية والنقدية بدون حياة عم بيحطوا الحق علينا. يمكن الثورة اللي صار هي سرعت بكشف الانهيار المالي اللي هو كان ضروري نتسرع بكشفه بنكشفه لحتى نقدر نعالجه بأسرع وقت ممكن. نيلة جعجع. من ميلة تانية. نعم. من ميلة تانية بس كان بدي واضح شغلة، إنه ليمونا كمان إنه بنحنا وقت اللي منعنا إجراء اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب إنه عم نعطل المؤسسات الدستورية. بالعكس، نحنا بدنا المؤسسات الدستورية تكون عم تشتغل، إنما تكون عم تشتغل لمصلحة الوطن، مش بأجندات ملغومة مثل ما كان جدول أعمال الجلستين اللي تم إرجاؤهم. كيف بتردي على من يرى هين انه عند الاستحقاق، يعني عند تمثيل الحراك بالوزاره، عند التوزير سيدب الخلاف في صفوف الثوره؟ انا هون بدي احكي باسم الشخصي وباسم بيروت مدينتي، ما فيني اكون عم بحكي باسم باقي احزاب او مجموعات او باسم الناس عموما. نحن موقفنا ببيروت مدينتي كثير واضح، ما بنشارك بهيدي الحكومه، مش لانه مش قد المسؤوليه، لانه معتبرين انه اليوم مش شغلتنا نحن نكون عم نلاقي حلول للمصايب يلي هن وصلونا لها. هن بيعرفوا كثير منيح اي معايير لازم تكون متوفره بالوزراء اذا عن جد بدهم يكونوا عم ينقذوا هيدي المرحله الانتقاليه. نحن منطلقين دائما من فكره انه مشروعيه التمثيل بتجي من خلال الانتخابات الديمقراطيه، وعلى اساسها ممكن نكون عم نتولى للسلطة. نحن متمسكين وعارفين ومدركين انه اي حزب سياسي بطبيعة عمله هو انه يكون جزء من السلطة، انما ما فيها تكون هيدا الموضوع يتحقق بهيدي الفترة اللي عم نمرق فيها. الحكومة اللي بدها تجي هلأ ما بتكون عم بتمثل إرادة الشعب من خلال العملية الانتخابية. هيدي حكومة انتقالية بدها تجي بجدول زمني وبرنامج كتير محدد لحتى تكون عم بتدير هالمرحلة الحساسة. بدي أشكرك أنا المحامية نيلة جعجع. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعني واضح نبض الشابات والشباب اللي عن جد بشكل دينامو قوي، محرك قوي لهذا الحراك اللي عم بيشوفه لبنان يبدو لأول مرة في تاريخه. صحيح، خلينا نقيم شوي إذا بتسمح هذا الحراك الشعبي الذي تخطى نتائج للأسف حرب أهلية مرينا فيها وحروب داخلية خيلت في لبنان من الخارج،
وأزمات اقتصادية وسياسية متراكمة. يعني كنت العالم بلحظة معينة قبل سنوات يقال أنه مستعد تنزل على الشارع دفاعا عن زعيم الطائفة، فإذ بهذا المفهوم يتلاشى يسقط أمام مفهوم وطني حددوه الشباب، الشباب طبعا خصوصا طلاب الجامعيين، بأنه نحن غير طائفيين. وأن الجمال البنانية موجودة بقوة بالحراك من كل بيت، من كل بيت بحكم حجمها ودورها، يعني اثنين سوا. وبحيي طلاب الجامعة اللبنانية قبل ما نحيي الأساتذة، لأنه الطلاب أكثر فاعلية وأكثر شفافية وما هم مستعدين للاستزلام. الأساتذة بقى تبحث بنوعين من الأساتذة، طبعا من حي اللي رفضوا الاستسلام وما زالوا على موقفهم بالدفاع عن الجامعة. الموضوع الحراك يعني لفتني شيء، انه هذا الاتصال من شمال لبنان الى جنوبه، اتصال مباشر بين بعض الافراد وزيارات وانشطة مشتركة ولغة مشتركة الى حد كسرت كل الحواجز. كل الحواجز. وما ننسى انه بالاساس في فواصل جغرافية. يعني أنا كتير كنت حزين وقت بسمع شباب بينزلوا من شمال إلى بيروت أو إلى الجنوب يقولوا أول مرة نحن نشوف بعضنا. هذا كلام ما بيليق بلبنان ولا بيليق بالشباب اللبناني. اصطنعت حواجز بين الفئات اللبنانية المحاصصة والخندقة المتبادلة والعزل المتبادل، أدى إلى أن الشباب لا تعرف بعضها بعض. من إيجابيات الحراك هذا الوصل الاجتماعي الوطني بين الشباب اللبناني لأول مرة، وهذا يليق بالذكرى المئوية للبنان الكبير بعد أشهر. هذا يليق بلبنان الذي يطمح إليه الشباب، وبعتقد أنا للجيل المتقدم بالسن شوي، ما بدي أقول يتنحى، بس أن يفسح المجال للشباب كي تأخذ دورة. وإلا نكون مصادر المستقبل. من يستطيع مصادرة المستقبل؟ من يستطيع من هؤلاء الساسة الذين اغتنوا على حساب الناس وأفقروا الناس وهجروا الناس ودفعوهم ليغادروا الوطن؟ حتى البعض كان يذهب إلى الخارج ويقول لن أعود إلى لبنان. هذا كلام يجب أن يسقط بعد اليوم من خلال إرادة الشباب. معي مباشرة معالي الوزير السابق أستاذ رشيد درباس. نائب صباح الخير. صباح النور لك ولصديقي معالي الرئيس. صباح الخير حضرة النائب. وأنا كثير حضرة معالي النائب. حبيبي الله يخليك. صباح النور. صباح النور. مخفلي برأيك معالي الوزير سياسيا؟ دكتور جورج، الحقيقة أنا اليوم الصبح عم فكر، لأنه أنا يعني يوم الثلاثة عندي مقال بالنهار، دايما من القري، عنوانه ظاهرة غير عادية من مواطنين عاديين. عم فكر كيف قدروا الناس العاديين، كيف قدر كل واحد يحمل مشكلته الفردية ويخدها على الساحة أو على الشارع ويطرحها على بساط الشارع مش على بساط البحث، فإز بهذه المشاكل الفردية تتجمع في مطلب جماهيري واضح، ما منه بحاجة لمندوبين يفوضوا عنه ولا لمانيفست يعلن فيه. هو بدنا حكومة موثوقة ونظيفة وجديرة. الآن عم راقب أنا ما يجري في المحيط. بالعراق الحكي الآن عم يصير حول ضرورة تشكيل حكومة انتقالية. الحكومة الانتقالية بالعراق اللي ظهر سريعا بدت مكلفة لحد هلا مئات الشهداء، 400 وشي، وبرصاص مين؟ برصاص رجال الأمن. بينما نحن هلا قلنا 41 يوم أو 42 يوم، الحمد لله رجال الأمن وقوى الجيش هن بصورة أو بأخرى جزء من هذه الانتفاضة أو هذا الحراك أو هذه الثورة، فلنسميها كلهم بحسب ما يشاء. علما أنه حضرتك وكيل عن أحد شهداء الثورة. نعم، رغم أني أنا وكيل عن عائلة الشهيد علاء أبو فخر.
وأقول أن عائلة الشهيد هي اللي قالت لي أنه هذا الذي جرى من قبل فرد من الجيش ما فينا نسحبه على الجيش، لأنه نحن عائلتنا بتحب الجيش ونحن كلنا سوا بنعرف الجيش إداش عم يلعب دور. إذن تتميز الظاهرة اللبنانية بأنه القوى الأمنية هي مواكبة للحراك وليست قامعة له، وبالتالي أنا أعتقد أن على المسؤولين أن يتعظوا وأن يخرجوا من الاستعصاء إلى الاتقاء، والاتقاء يتم بسرعة تأليف حكومة وفقا لمطالب الناس تكون موثوقة ومن خارج الشكوك، وهذه الحكومة ستكون حكومة انتقالية لي على الأقل تخفيض درجة حرارة الجسم التي وصلت إلى مستوى غير مقبول، وتزويد الشرايين بالدماء التي فقدت في هذه الفترة. بعد ذلك لكل حادث حديث، نتحدث عن انتخابات جديدة، عن قانون جديد للانتخابات، ولكنني أذكر كما قال معالي الرئيس قبل قليل بالقول المشهور: كل جيل هو شعب، وكل دورة انتخابية هي ثورة ديمقراطية كما قال أليكسيس دو توكفيل. فبالتالي الشعب اللبناني عم يطلع عم يلاقي الدورات الانتخابية هي إعادة إنتاج عقيم للاستنقاع الطويل، فعم يقول بكسروا لي هالدورة الاستنقاعية وعملوا لي نظام جديد للانتخابات حتى تكون كل دورة انتخابية هي ثورة ديمقراطية. من هذه الجهة أنا أرى خلافا لما قالته الزميلة الأستاذة جعجع وما كان هو رأيك أيضا دكتور جورج، أنه البيلان تبع الحراك هو سلبي، أنا برأيي البيلان إيجابي جدا جدا بغض النظر عن استقالة الحكومة، لأنه البيلان عمل إذا بدك تطلع بدك تشوف خلق حقائق سياسية جديدة. هاي الحقيقة السياسية إذا كان غير قابل الآن للتسهيل السياسي اليومي، ولكنها دخلت في رصيدك الاستراتيجي، في رصيد الوطن الاستراتيجي. نحن بعد قرن من تأسيس دولة لبنان الكبير برعاية أجنبية، يقوم هؤلاء المراهقون الذين يؤدبون المراهقين السياسيين، وتقوم تلك النسوة، ويقوم الناس الفقراء والجياع والعاجزون بتأسيس دولة جديدة علمها لا شريك فيه، ونشيدها لا شريك له، وهويتها خالية من خانة الطوائف والمذاهب. من نحيي طرابلس هون، لأنه بالفعل كمان طرابلس بيضتها مع الوزير. السؤال هون مش مني، عم بيجيني هلأ، أنه لماذا لا يطرح اسم شخص لا شبهات عليه، بل أكثر شيء يمكن يشبه الحراك من اللي عم بينطرحوا أسماءهم؟ رشيد درباس. شوف لك شيء، في أول شيء أنت بتعرف داش عمري ما هيك الوزير طبارة عمره 90. ثانيا هلا نحن بمرحلة بينطبق عليها قول الشاعر العظيم رضوان الشهال: أعيش وأطفن في الظل والصمت نفسي، أقول لها الصمت نهر غني سخي، ومعتكف للجبين الأبي. معالي بتريد تحكي مع الوزير؟ يا معالي النائب صباح الفل، أنا بدي حييك على اللي تفضلت فيه، وبدي إلك شيء مهم بدأ فيه الدكتور جورج. دور مدينة طرابلس في هذا الحراك كان دورا تأسيسيا، وليس صدفة أن الجغرافيا جمعت ما بين طرابلس في الشمال وسور في الجنوب لتعطيها معا رمزية مهمة. هذه الرمزية مفادها أننا نحن الجيل الشاب الجديد نضع حدا بين أمال المستقبل وبين السياسات الماضية والراهنة التي أدت بلبنان إلى الفقر والمديونية والتراجع في هذه المنطقة وتلطيخ سمعة لبنان اللي كان هو مركز الثقافي في الوطن العربي، ليتراجع هذا الدور ويصبح عبء على الوطن العربي. لذلك طرابلس وسور لهما السبق في هذا الحراك، وهذا ما بيعني أنه عم نقلل من باقي المناطق اللبنانية. لبنان كله اتحد مثل حضرتك، أنا بدي أعمل وتجاوز شهادة. كل الفواصل الطائفية والجغرافية.
أنا بدي أعمل شهادة الآن بروفيسور عدنان قدامك وقدام الدكتور جورج وقدام كل المستمعين كمواطن طرابلسي. أنا بيتي بطرابلس وعايش بطرابلس طول الوقت، حتى لما كنت وزير أنا كنت نام 3 ليالي أثناء الوزارة بطرابلس، وبالتالي أنا من الناس اللي بيمشوا بالشارع اللي بيقعد بالقهاوي العادية اللي بشوف كل العالم. أنا أقسم بالله العظيم وتحت اليمين أنني لا أعرف أحدا من الذين ينظمون هذه الظاهرة الاستثنائية في طرابلس، حتى تشوف قديش العمق الطرابلسي غني وأصيل، غني وأصيل. وكل ما ألصق بهذه المدينة المحترمة من مواصفات كاذبة وأقنعة مزورة أثبتت أن كل هذا كان هراء. لماذا؟ لأن طرابلس صغر، مدينة على الساحل على الشاطئ، إذا أرادوها أن تكون مدينة منغلقة على نفسها فكان عليهم أولا أن يمنعوا وصول الموج إلى الشط ويمنعوا وصول السفين إلى الميناء. لذلك كانت محاولات عقيمة، ولكننا مع الأسف دفعنا ثمنا غاليا طوال 30 عاما دماء وفقرا وجمودا في الحركة الاقتصادية. أعتقد أن طرابلس كانت تنتظر هذه اللحظة لكي تنفض عنها ذلك الرداء الكاذب البالي وتظهر بحلتها القشيبة الحقيقية لتقول ليست هذه مناسبة للانتفاضة اللبنانية فقط وحسب، بل هي مناسبة لكي تعلن طرابلس انتماءها الحقيقي للبنان، وإن كان هذا الانتماء لا يجردها على الإطلاق أو لا يضير انتماءها العربي. وفي مقولة معروفة أن أحد رواد الصناعة النفطية الإنجليز الذي كان يشرف على آبار النفط في العراق يبحث عن مصب لذلك التدفق النفطي، فقال لو وضعنا بطيخة في كركوك وتركناها لوجدناها تنحدر دون لكي تصل إلى طرابلس. هذا هو الامتداد الجغرافي التاريخي الأصيل. طرابلس تعتز بلبنانيتها وتنتمي إلى عروبتها، ولبنان أيضا يعني ينتمي إلى عروبته بكل معنى الكلمة، ولكن لبنان يدرك تمام الإدراك أنه آن الأوان لكي يخرج من تجاذبات عقيمة لا تفيد ولا قبل له بها. إن لبنان دائما كان له دور ريادي في القومية العربية وفي إعلان مبدأ العروبة، وإن الجامعة الأمريكية وإن الجامعة اليسوعية وإن بيروت كانت مركز إشعاع للعروبة. أنا لنا أن نخرج من تلك الخزعبلات ونعود إلى أصولنا. الموعد معك مع الحكومة يبدو أنه مشروط هذه المرة، الشروط مختلفة عن المرات السابقة، نوع من طبيعة تشكيل الحكومة، نوع هذه الحكومة بين تكنوقراط أو تكنو سياسي أو حكومة سياسية، هل فعلا دخلنا نظام جديد بتشكيل الحكومات؟ يعني هل خرجنا عن نظام الطائف الذي يوصي بحكومات اتحاد وطني؟ أنا ما بعتقد أنه تفسير الطائف يؤدي إلى ضرورة تشكيل حكومة اتحاد وطني، هذا اجتهاد أنا لا أوافق عليه. نحن نظامنا برلماني في أغلبية وفي أكثرية، كان ممكن السير بهالاتجاه. إنما هناك رأي اعتراضي يقول مزبوط في أقلية وأكثرية بالنظام البرلماني، لكن طبيعة لبنان الحزبية الطائفية والانقسامات اللي حصلت بفعل الحرب ونتائجها تدفعنا أو يجب أن تدفعنا لتوليفة معينة، تشكيلة معينة تراعي جميع الكتل. أنا كنت وزير في إحدى الحكومات اللي هي سموها حكومة وحدة وطنية بين أواخر 2009 وحتى بداية 2011، بعدين استقالت الحكومة وظلت تصريف أعمال لحزيران 2011. صدقني بهذه الفترة كانت المشاكل الناتجة عن هذا الائتلاف أكثر من الإيجابيات التي تحققت من هذا الائتلاف. وهذا الكلام لم نلاحظه نحن فقط، لاحظه رئيس الوزارة في ذلك الحين سيد سعد الدين الحريري وعبر عنه أكثر من مرة.
اليوم الحراك له الفضل الأول في تصويب البوصلة. مش موضوع تسمية تكنوقراط، مستقلين، سياديين، اختصاصيين. أول شيء في نقطتين بعتقد لازم نشدد عليهم أيا تكن شكل الحكومة، أيا يكن شكل الحكومة في لبنان. النقطة الأولى الاختصاص. يا خيي ما بصير كمان وزير صحة ما يكون طبيب بالمبدأ. خلينا نشوف كل حكومات العالم أيا يكن النظام السياسي، بدنا الاختصاص. الحالة الثانية بدنا نراعيها اللي مش لحتى نرضي لنرضي أنفسنا ونرضي وطننا، هو أن يكون هؤلاء غير ملوثين بشائبة من شوائب الفساد وما أكثرها. وفي وجوه شابة متخصصة. أنا هون بدي جاوب للي بيقولوا إنه الاختصاصي أو التكنوقراط اللي بيسموهم ما عندهم خبرة بالسياسة، وإنه كيف بدنا ندير الأمور السياسية. لا تواخذني بهالتعبير كأنه اللي جاي من تكنوقراط طلطميس ما بيعرف سياسي وما بيعرف لبنان. هو إذا كان ما له علاقة بلبنان أصلا منه مطروح وزير، ولا ما لازم يقبل يكون وزير. الوزير يعني شأن عام سياسي في الدرجة الأولى. مسؤولية الوزير تصنف موقع سياسي، مسؤولية سياسية مين ما كان تكنوقراط أو غيره. مجرد ما يصير وزير، افترض جبت أستاذ جامعي عملته وزير خارجية، باللحظة اللي بصير فيها بيستلم مسؤوليته، هو مولج بأن يتولى السياسة الخارجية وأن يفهمها وأن ينظمها وأن يقودها. يعني تحول من أكاديمي إلى سياسي. ومين قال أنه الرئيس الحص الأكاديمي في الجامعة الأمريكية والموظف نائب البنك المركزي، الله يرحم الرئيس سركيس ويطول عمر الرئيس الحص، مين قال أنه فشل كرئيس وزراء لبنان؟ مين قال أنه ما ترك بصمة مهمة في الحياة السياسية اللبنانية؟ مين قال أنه بس كان يعرف؟ ألم يكلفه مؤتمر القمة العربي في بغداد بعيد كم ديفيد بأن يفاوض الرئيس السادات باسم كل الزعماء العرب؟ هل ننسى؟ لا يا عمي. مهم أشخاص رجال ثقة، رجال اختصاص، ورجال يحاكون هذا الحراك الشعبي في نبضه، في أهدافه، وفي مستقبل لبنان. ولكن حتى اللحظة يبدو أنه الاتصالات لا تزال تدور حول نوع من شوف أنا مع السرعة تلويني سياسية. دكتور جورج أنا مع السرعة لأنه ما بيجوز ننطر أكتر، وبعتقد فخامة رئيس الجمهورية واعي لهالموضوع. هلأ بيناقشوا أن الدستور ما حدد مهلة، كمان بكرة الرئيس المكلف إذا بده يقعد شهرين وما يشكل حكومة، وأنا بذات المصيبة. صحيح الدستور ما حدد، لأنه الدستور واللي وضع الدستور اعتبروا أنه خلفية المشترى اعتبروها تحصيل حاصل راح تصير بسرعة. لكن في رأي يقول، وهذا جدير بالمناقشة، أنه إذا جعلنا نحن مشاورات سريعة وسموا زايد من الناس، طيب والتاني يوم بده يشكل الحكومة اصطدم بمشاكل، نطرنا رجعنا بدنا نعيد الكرة. في رأي، هالرأي بيقول أنه خلينا نعمل ترتيبة شبه اتفاق أولي قبل أن ندخل في هذه التشكيلة. بعدين بدي أشير لناحية، رئيس الجمهورية السيد رئيس الجمهورية فخامة الرئيس على الطريقة اللبنانية كما نقول نحن، منه بسطجي، بس هو منه بريد. إذا هيك بيفهم الدستور، لا اسمحوا لنا فيه، رئيس الدولة منه بريد، هو رئيس الدولة ولا يوجد غيره رئيسا لهذه الدولة. وعبارة الرؤساء الثلاثة قلتها وأكررها هي عبارة غير دقيقة في الفقه الدستوري. هناك رئيس واحد، وهناك رئيس سلطة تنفيذية ورئيس سلطة تشريعية، وفي كمان سلطة قضائية نتمنى لها كما أشرنا الاستقلال التام عن السلطتين، عن السلطتين مجتمعتين مجتمعتين أو منفردتين. نعم. كلاهما يضغط على هذه السلطة القضائية التي يريد لها الاستقلال. هلأ نحن مع الإسراع بالاستشارات وتشكيل الحكومة من وجوه تعطي ثقة للبنانيين، وهي عند امتحان، هي عند امتحان أولي بعد يوم بعد جمعة بعد شهر.
امتحان ماذا نفعل بالنقد اللبناني، ولماذا وصلنا إلى هذا الدرك من الانهيار؟ ليه نحن جمدنا قيمة النقد الوطني من 92 إلى الآن أو من 93 إلى الآن دون أن نبني اقتصادا موازيا؟ بعلم الاقتصاد ما فيك تجمد القوة الشرائية للنقد بدون إنتاج اقتصادي، بتنكشف. نحن انكشفنا لأنه كانت الزراعة عندنا 30% قوة عاملة لحد 75، الآن نزلت 10% أو ما دون، وكانت الصناعة 15% قوة عاملة صارت أقل من 10%. شو عملنا نحن بإنتاجنا الوطني؟ نحن صار بدنا نستورد غذاء من الخارج؟ لا، لبنان كان ينتج أكثر من 70% من غذائه الداخلي، ونحن نستطيع أن نعود. هذا موضوع من مسؤولية الحكومة الجديدة. موضوع آخر، مسألة الكهرباء، هذا العبء مليارين دولار وأكثر أو أقل كل سنة بدنا نخلص منه. أخرجوا قطاع الكهرباء من المحاصصة، من هذه الجعالة التي فرضتموها على الفيول أول منذ 60 سنة. أوضح من هيك؟ هون المشكل، هون المشكل، هون القضية. الدولة هي اللي بتستورد النفط، والدولة هي اللي بتنقل الكهرباء إلى الغاز، مش منخليه على الفيول أول وتجار الفيول أول التاريخيين. خلصنا من هالموضوع وما قدرنا نعملها، منعمل بي أو تي، شركة كورية يابانية صينية اللي بدك إيه. إخراج الكهرباء من هذه المحاصصة، من هذه التوليفة السخيفة، من هذا العار الذي لحق بالجمهورية اللبنانية. معي مباشرة النائب ديما جمالي. صباح الخير. صباح الأنوار. صباح الأنوار وصباح الثورة، فينا نقول صباح الحكومة المستقيلة، صباح البلد. أين نحن اليوم أستاذي ديما جمالي؟ حكومة مستقيلة، الرئيس الحريري يراقب عن كثب، يتشدد أحيانا، يتسامح أحيانا أخرى. هل فعلا نحن أمام ضوابط جديدة من جهة في ثورة في حراك، ومن جهة تانية في حكومة مستقيلة؟ إلى أين يذهب البلد اليوم؟ مثل ما كلنا عم نشوف، قلبنا على البلد وقلبنا على لبنان، وعم نشوف تدهور يومي بالوضع الاقتصادي والوضع المالي. وأنا بدي أخذ دقيقة حي الثوار، لأنه فعلا هذه الحركة كانت ضرورية جدا. هذا الحراك اللي شفناه بظروف يعني اللي عم نشوفها بلبنان، ظروف المعيشية، هذا حقهم وزيادة. بالنسبة للوضع الحكومي اليوم، عنا فراغ، رئيس الحريري استقال إجابة لمطالب الشعب، لأنه ما قدر يتحمل فكرة أنه هو يبقى بحكومة غير راضي عنها الشعب اللبناني. اليوم هو كان أول واحد تحمل المسؤولية ونزل عند طلبات الحراك. الوضع الحكومي مثل ما حضرتك بتعرف راوح مكانك، عم يصير في كتير محادثات ومشاورات ومناورات إذا بدك. والرئيس الحريري عم يكون كتير واضح، والبيان اللي أصدره أخيرا كان كتير واضح، أنه أنا من أول نهار حطيت شروط كتير واضحة لترأسي للحكومة القابلة، اللي هي تقتضي بحكومة اختصاصيين بيكونوا بعيدين عن المشهد السياسي لحد ما، ويقدروا يقوموا بنقلة نوعية بالفترة المقبلة ليكونوا عند مستوى التطلعات للحراك وللثوار وللبلد ككل. رئيس الحريري يلي ما بده إياه حكومة تستنسخ الحكومة الماضية مع بعض الرتوش، لأنه مثل ما شفنا أن الحكومة الماضية ما قدرت توصل للإصلاحات اللي لبنان بحاجة إلها، وكان فيها كتير اختلافات وكان فيها كتير عرقلات. فهو اللي ما بده إياه واللي كمان كتير واضح عنه، أنه ما فينا نستنسخ الوضع الماضي، بدنا
وجوه جديدة، وجوه اختصاصيين نزيهين قادرين يقدروا عن جد يعملوا فرق ويكونوا على مستوى تطلعات هالثورة اللي عم نشوفها على الأرض. هذه الشروط كان كتير واضح فيها، أنا بهنيه على موقفه. بعرف إنه لبنان كل يوم عم يخسر وقت، ولكن هو ما بده يفوت بحكومة ما يقدر ينجح فيها، بده الفشل اليوم غير مسموح، فبده يحط شروط النجاح، وهو بالنسبة له شروط النجاح واضحة. وأنا في مكان ما بعتبر إنه الرئيس حريري عنده يعني يمكن يعمل تنازلات بسيطة، ولكن هيدي الصورة اللي حطتها من أول نهار ما تمسك فيها، وأنا كثير بحترمه. إذن فينا نختصر ونقول أنه الرئيس الحريري رئيس حكومة اختصاصيين، نعم الرئيس الحريري يسمي من يمثله لحكومة أخرى غير حكومة اختصاص. هو من أول نهار رئيس الحريري طرح اسمين لحكومة أخرى، هو عنده أفضل لهم نواف سلام وخبرته مع اليو أن كلنا منعرفها ومنحترمها، وخارج لبنان وداخل لبنان اللي هو كان لقى رفض من الفريق الآخر، وكمان سمى سمير حمود. هول الاسمين اللي طرحهم، واثنيناتهم لقوا ما كان في لهم قبول من الأطراف الأخرى. اليوم لما تسمى الرئيس التفادي مش مظبوط اللي انحكى أنه رئيس الحريري هو اللي حرق له اسمه، بالعكس الرئيس الحريري كان مستعد لدعمه، ولكن اسم الوزير الصفدي اللي عم يحطه في حزب الله مع تيار الوطني الحر، يعني انها وصلنا لمحل هم بدهم يسموا كل يألفوا الحكومة ويسموا الوزراء، والوزير بهي شبارة ما قبل بها. وسمير الخطيب وهو اعتذر. اليوم سمير الخطيب بعده اسمه مطروح، بعتقل بشكل جدي عم يعمل محادثات حتى يشوف انه بيقدر يقوم بعملية تأليف ترضي هالشارع وهالحراك كمان ترضي الحلفاء السياسي. بدي أشكرك أنا النائب ديما جمالي. بدأنا الحلقة مع نيلة جعجع من الحراك، وأنهيها مع رالف صهيون أيضا من الحراك، ولكن قبل فينا ننهي معك ونمرق بس رالف. تفضل. صباح الخير. رالف صهيون صباح الخير، من الناشطين طبعا في الحراك طبعا، ومن المنتمين حزبيا. إلى أي مدى برأيك في هيك توافق أو تآلف بين القادمين من أحزاب وبين الحراك على الأرض؟ أين الشباب من فلسفة الحراك؟ هل الشباب الملتزم حزبيا قادر أن يتصرف لا حزبيا في الحراك؟ أكيد دكتور جورج، أول شيء بس صباح الخير. صباح النور لك ولضيوفك. نحن إذا بنرجع شوي لقبل 17 تشرين نحكي الأمور كيف تسارعت وكيف تكتلت توصلت ل 17 تشرين. نرجع لقبل 17 تشرين للفراغ الرئاسي كأول نقطة، ثاني نقطة للتمديد النيابي، ثالث نقطة للزبالة الموجودة على الطرقات، للضرائب العشوائية اللي انحطت. كان في مجموعة من هالشباب كانت عم تتحرك على الأرض، عم تكون موجودة على الأرض، بس كانت هالمجموعة صغيرة. اعتبرت السلطة الحاكمة انه هاي دول المجموعة هن مجموعة صغيرة ما بتقدر توصل لأي نتيجة، ما كانت عارفة انه الشباب اليوم والطلاب بلبنان منهم جهلة، بالعكس وبرهنوا انه بيعرفوا اكتر بكتير من اي شخص تاني، وكان توجههم كتير واضح. كرمال هيك هون بتنطبق مقولة بعد ما قبل 17 تشرين غير ما بعد 17 تشرين. شو يعني هيدا؟ شو يعني هيدا المقولة؟ يعني اليوم حيالله حدا من السلطة الحاكمة بدها ترجع ترجعنا على النظام القديم اللي كانت عم تتبعه، إن كان فساد ولا عدم احترام الدستور ولا عدم احترام المهل الدستورية، ولا إذا ما كان في مهل دستورية بقلب هيدا الدستور بتعتبرها عادية وبتاخدها أشهر وأشهر وأشهر تتقدر تشكل حكومة ولا لانتخاب رئيس جمهورية ولا ولا ولا. كل هيدول المواضيع اليوم انتهوا، صار حيالله شيء بحتير من قلب السلطة الحاكمة هيدي العالم والشباب تحديدا والطلاب موجودين على الأرض تيقدروا يحاكموا هيدول الناس ويغيروا هالمنظومة كلياتها الراكبة بالتوافق ولا بغير التوافق. اليوم الشباب الحزبية هي شباب من هيدا البلد، هي شباب لبنان، كل شاب مقتنع بهيدي الثورة نضاله على الأرض، وهيدا من الشيء الطبيعي مع شباب هيدي الثورة
وفي اليوم توافق إذا بدك بالمطالب الموجودة لبعض الشباب المحاسبين وخصوصا الشباب بالقلب المعارضة. فإذا الشباب يعني رح ناخد نموذج رالف صهيون حضرتك بحزب الكتائب صحيح وبتنزل وناشط في الحراك صحيح أجندات الشباب الأحزاب في الحراك بينزلوا بأجندات أحزابهم أو تحت عباءة الحراك؟ هل نحن أمام حالة حراك عامي خاصة وأنه في خلاف بالأنظمة بنظام الأحزاب في قيادي في رئيس بالحراك؟ العملية دون قيادي اليوم ودون نظام صارم. صحيح. أول شيء حبلش مقدمة صغيرة لأنه السؤال كتير مهم دكتور جورج. يوم هاي بالثورة من فتحة أمام أي شخص بحط مصلحته الوطنية قبل مصلحة حزبه، وهذا شيء أساسي. نرجع على حزب الكتائب تحديدا. حزب الكتائب برئيسه من أول نهار ليلة 17 تشرين بيطلب من كل المحاسبين الانضمام لهي الثورة على الأرض والتحاق بالثوار، وهيدا كان شيء أساسي بالنسبة لنا. نحن منا بقلب هيدا الخطاب جديد، نحن ما ركبنا الموجة ب 17 تشرين. كان رئيس الحزب كان حزبنا حزب معارض بقلب السلطة، صار له 3-4 سنين عم بنادي بكل المطالب، اليوم عم بنادي فيها ثوار على الأرض. أكيد بحس حالي منتمي لقلب هيدا الثورة، أكيد أولويتي بالنسبة لي وأولوية الشباب اللي معنا هي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، حتى فوق مصلحة الحزب، وهذا اللي نحن بنقدر بنشوف حالنا فيه وكثير مندمجين مع الشباب على الأرض. شباب دمجوا بالحراك بمرونة دون أي عوائق، واليوم بكل ساحة في حلقات حوارية من كل المجالات تنمي حس التعاطي بالشأن العام وطور أفكار هيدول الشباب ويقدروا ينتقلوا من قلب أحزاب تقليدية في عليها رئيس بيعطي أمر والعالم تنزل على الأرض لأحزاب شبابية طلابية بتليق بالألفين وعشرين وبتليق بأحزاب هيدي البلد. بدي أشكرك أنا رالف صهيون الناشط في الحراك المدني. دكتور عدنان السيد حسين، إلى أي مدى برأيك هذه الحلقات الحوارية تحصن ثقافة الثورة وتخرجها من بس إطار الشارعي إلى فعلا إطار يؤسس لي أو يصمم في بناء دولة؟ لا شك نجحت كل أدوات الحوار وأشكال الحوار المتعددة خلال الشهر ونص، نجحت في تقريب وجهات النظر وشرح أهداف الحراك ومناقشة أمور كانت عند البعض مستعصية. مثلا المادة 95 من الدستور، في ناس دستوريين شاركوا بالنقاش تحت وشرحوا انه خلال المادة جوهرها مرتبط بإلغاء الطائفية، وإذا بتقرأ النص في وارد عبارة إلغاء الطائفية، ولو كان عنوان المادة 95 إلغاء الطائفية السياسية في المضمون إلغاء الطائفية. وهذا يؤكده الذين صاغوا هذه المادة. بعدين يعني تتذكر إدمون رزق وجورج سعادي الله يطول عمره الأستاذ إدمون يرحم الدكتور جورج سعادي وفي الأستاذ المحامي النائب السابق بطرس حرب وفي غيره، في حسين الحسيني وفي الرئيس الحسيني. طبعا الرئيس الحسيني أكد لي أنه كل هالعبارات جاية بإطار إلغاء الطائفية مش تكريسة، وعبارة مقتضيات الوفاق الوطني نراعيها مربوطة بإلغاء طائفية الوظيفة باستثناء وظائف الفئة الأولى. لو ما كان بدنا نلغي طائفية الوظيفة ما كانت وردت العبارة أصلا كليا. وفي شيء بينسوه بنهاية المادة دكتور جورج، بحب ركز عليه أنا وياك، عندما يتكلم عن مناصفة في وظائف الفئة الأولى بينهيها عدم تخصيص أي وظيفة لأي طائفة. كتير مهمة هاي المداورة، مداورة حتى نخلص من الزبائنية. اتصور انه في موقع مثلا، سمي اي موقع، رئاسة الجامعة اللبنانية، رئاسة الجامعة اللبنانية، شيعي 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 شيعي، هذا كله بعد الطائف طبعا. طيب يا خيي لبا برما جيب واحد مسيحي او سني الى اخره، بعد ودك جيب مسيحي اذا كان ماروني مثل رئيس المجلس الدستوري، هل من الضرورة ان يبقى مارونيا طول الوقت؟ هيدا كله ببين عوراتنا
في هذا النظام الدستوري اللي مبني على نظام سياسي يقوم على الطائفية. الصيغة اللبنانية التي اقترحناها وناقشناها عندكم أكثر من مرة وفي الجامعة اللبنانية وغيرها من الجامعات، صيغة المواطنة، هذه لا تلغي حقوق الطوائف وخصوصية الطوائف في حياتها الخاصة وحياتها الاجتماعية، إنما هل يجوز للدولة اللبنانية ألا يكون عندها إلى اليوم قانون مدني للأحوال الشخصية؟ هذا السؤال. هل نقبل أنه ننسف كل اتفاق الطائف ولا نخرج مجلس النواب من القيد الطائفي ونقيم في المقابل مجلس شيوخ يراعي حقوق الطوائف مثلا؟ هل نسقط اللامركزية الإدارية اللي ركز عليها اتفاق الطائف؟ هل نقحم القضاء معاذ الله نقحمه في حقوق الطوائف وفي الـ وفي بسموها المحاصصة الممجوجة؟ هل معقول إذا كان عندي قاضي أنا مقتدر بمجلس السوري أو مجلس قضاء أو في أي موقع قضائي ما برأيه أو ما بعينه لأن طائفته غير محظية بهذا المنصب؟ إلى متى خيي؟ هذا كله على حساب مش بس حقوق المواطنين. برأيك الحراك حرر من هذه الحراك مورسات؟ الحراك أهميته أنه فتح باب التغيير الإيجابي، وأن الحراك عم يقول للمسؤولين وللمواطنين اللبنانيين مشكلتنا بالطائفية، مش الحل بالطائفية، الحل هو بالمساواة بين اللبنانيين، أي أن الحراك اقترب من جوهر المواطنة التي تقوم على المساواة بين مواطنين لا بين أفراد أمام القانون وفق الحقوق والواجبات. اليوم شو المانع يكون رئيس الجمهورية أرثوذكسي مثلا مثل شارل دباس، أو من الأقليات بروتستانت مثل بيترو تراد أو غيره أو غيره؟ أنا عم أسأل يعني طيب شو المانع بأي موقع في الدولة أن تكون هذه المداورة حتى لا نؤبد الطائفية؟ لم يعد هناك في العالم كله نظام شبيه بالنظام اللبناني بهذه الناحية، وهون المسؤولية ليست فقط على المسيحيين بالدرجة الأولى، اللبنانيون متساوون في هذه المسؤولية الطائفية في تكريس الطائفية، لأن المسلمين بعد الطائف ارتكبوا أخطاء، وأعني بهم سنة وشيعة ودروز، ارتكبوا أخطاء في الإدارة وفي الفساد وفي الوضع المالي، كما ارتكب بعض المسيحيين قبل 75 عندما قالوا أن نظام الجمهورية هو نظام رئاسي إلى حد ما من حيث التطبيق ومن حيث الفعل. الموضوع مش صلاحيات طائفة ضد طائفة، مش بقول أنا بدي جيب رئيس قوي ضد بقية الطوائف. يا عمي هذا دمار، هيدا من شان هيك أنا هيدي أسلحة الدمار شامل. أسلحة الدمار شامل خطيرة مثل ما عم تحكي. نحن خلينا نعود إلى فكرة المواطنة، لأنه أساسا دستور 26 بالمادة 95 لو تذكر اعتبر أن التوزيع الطائفي للوظائف هو حالة مؤقتة، حالة غير دائمة. ليه نحن جينا بعد الطائف بالممارسة نهدم ما استهدفه الطائف من حيث الجوهر ومن حيث الأساس اللي هو الخروج من دولة المحاصصة الطائفية إلى دولة المواطنة؟ هذا موضوع أساسي. لذلك الحراك هون أهميته، هون أهميته. الشباب يقولون شو دخل العمل، فرص العمل يعني، والاقتصاد والمال والنظافة الشوارع والكهرباء والمياه بهذه المحاصصة الطائفية؟ لم تعد هذه الحيلة تنطلي على الشبان. الشبان عم يقولوا يا خيي انتوا عم تستغلونا بالطائفية حتى ما تجيبوا كهرباء ومي، ويظل الفساد مستشري. أما أنا لهذا الموضوع أن ينتهي. هون أهمية الحراك، وهو مرشح لأن يتحول لثورة دستورية وثورة سياسية اجتماعية. هون أهمية الموضوع، وأنا أراهن على الطلبة أكثر مما أراهن على الأساتذة، أراهن على جيل لتحت 25 سنة
أبنائنا أن يلتقطوا هذه الفرصة ويمشوا بها. علينا أن نواكب أنفسنا معهم، لا أن نجعلهم مثلنا، مثل تخلفنا، مثل انقساماتنا. يعني التطور ماشي يا دكتور جورج، إلى أي مدى؟ أنا اليوم ما في أنا شاب متخرج من الجامعة أن يبقى في لبنان بدون فرصة عمل. محبة لبنان، ما حدا بيترك وطنه، أرض أجداده هون، قبور أجدادنا هون، كل اللبنانيين ناضلوا، كلنا استشهدوا من أجل لبنان، هذه مزبوطة بال75 وقبل ال75 وبعد ال75، ولكن أعطي حق لهذا الإنسان ليعيش بكرامة في وطنه. هذا كل الموضوع، الكرامة الإنسانية اللي هي جزء من الكرامة الوطنية. ما في وطن كريم مع شعب غير كريم، مستحيل. بآخر المطاف وبآخر النهار رح ترجع مقولة أو معادلة لا غالب ولا مغلوب بالنهاية، بين ما يحدث على الأرض من حراك وثورة وبين التركيبة السياسية التقليدية. لا، هون ما فينا النظرية، أنا لست مع لا يمكن إنزالها مع تكريس هذه النظرية أو تثبيتها. يجب أن يغلب الفساد المحصصة الطائفية، والغالب هو الإرادة الوطنية، إرادة الشباب اللبناني في التغيير. فليفتح باب التغيير، والتغيير بيتم على مراحل. ثورة الفرنسية ما صارت بسنة واحدة دكتور جورج، 100 عام حتى صار في رأي عام، و170 سنة حتى انتخبت المرأة في فرنسا سنة 1945-46. تصور الثورة 1789. نحن ما عم نقول إنه كبسة زر، ولكن لابد من فتح باب التغيير وأفاق التغيير لنحيي هؤلاء الشباب. والحراك إذا وقع في أخطاء ما نشهر ونبلش بسيف النقد الجارح، نقدم نصائح، نصوب، نقدم معونة، نقدم تصويب. نعم، تصويب هذا الحراك. تصويب هذا الحراك، في أخطاء بتصير أكيد. خطأ طرقات يعني خطأ؟ أنا كنت بالأول ضد الطرقات، ضد قطع الطرقات منذ اليوم الأول. أول إطلالة إعلامية لي بعد يومين أو ثلاثة قلت هذا أمر لا يجوز، هذا حق المواطن في التنقل، مش بس حق دستوري، حق في الحياة يعني. بس لولا قطع الطرقات لما سقطت الحكومة. لا، فينا سقطت الحكومة وغير حكومة بعدة وسائل، هذه التجمعات على المشكلة فينا نشكل حكومة. هلا ليش؟ هذا السؤال الأخير. بس هذا موضوع يجب أن نصل إليه بسرعة. التأخير في تشكيل الحكومة يطيل الأزمة المالية والاقتصادية، وحضرتكم تعرفوا ماذا يجري في المصارف. اجتماع الأمس المالي برئاسة رئيس الجمهورية في بعبدة كان الهدف منه معالجة أمر واقع على الأرض. مين من اللبنانيين الآن بيحول أمواله من الخارج إلى الداخل؟ نحن أنه ممنوع تحول إلى الخارج. وممنوع نحول إلى الخارج الآن. كان اسمه كنترول. طيب، واللي عنده شركات ومضطر يحول أموال، هل نحن بنقبل أنه أدوات المستشفيات الطبية ما نقدر نستوردها؟ طيب شو بنعمل بالمستشفى؟ شو بنعمل الاستشفاء؟ يعني في موضوع بده يندرس بجانبه الحقيقي. ليه أوصلنا الوضع النقدي والمالي بشكل عام إلى هذه العقبة، إلى هذه المعضلة؟ ربما بدنا نطلع منها. فينا نطلع منها مع التهرب الضريبي، فينا نطلع منها بدون أجهزة رقابة مالية، فينا نطلع منها وإنه الدين العام يضل يزيد ونستورد الدين، فينا نطلع منها إنه ما نصدر بضاعة لبنانية، وإنه ما نفتح الحدود مع سوريا والعراق والأردن لأنه نحن ما عجبنا النظام السوري، والعالم كله يحاور هذا النظام القائم في سوريا. في شيء اسمه بسموه واقع، يعني الدول المتجاورة بتلاقي صيغة للحوار، صيغة للتعاون، صيغة للإفادة المشتركة. لكن نحن ما مطلوب نحل محل الشعب السوري. محافظ السيادة يا سيدي، السيادة سوريا لها سيادة مثل ما لبنان له سيادة. كمان أنا بدي احترم السيادة السورية وطالبهم باحترام السيادة اللبنانية. نحن التجارة الخارجية للبنان هي عبر سوريا، محكومين بالجغرافيا أو البحر.
أو البحر. طيب بقلنا 8 سنين مقفل علينا التجارة البرية، إلى متى؟ شو خسائرنا؟ نصف تجارتنا وقفت مع ما يرتب ذلك من أعباء مالية من الأزمة اللي عم نعيشها. لا، فلنذهب إلى الحوار مع الجميع. بدي أشكرك أنا الوزير الدكتور عدنان سيد حسين، تذكير بأبرز ما ورد على لسان الضيوف من مواقف. التأخير في الاستشارات النيابية، تحدثت في هذا الموضوع مع الناشطة نيلة جعجع. كل دقيقة وكل يوم ما عم يبادر رئيس الجمهورية للدعوة للاستشارات، هو عم يخرق الدستور بصورة آنية. ملنا قصة مهل، لنا مهلة حث ولنا مهلة قانونية، هو موجب موجود بالدستور، ولازم كان من تاريخ من يوم استقالة الحكومة تتم الدعوة للاستشارات. وأيضا تحدثنا عن دور النواب. النواب يلي ما عم نسمع منهم شيء، ما في حدا منهم عم بيعمل تصريح ولا عم بيطالب رئيس الجمهورية بأنه يقوم بدوره. يعني النواب أنا بمحل كان المفروض يكونوا عم بيعتصموا معنا بالساحات، لأنه في تعطيل لدورهم هالقد وتهميش لدورهم هالقد. وهل يتمثل الحراك في الحكومة؟ أنا هون بدي أحكي باسم الشخصي وباسم بيروت مدينتي، ما فيني أكون عم بحكي باسم باقي أحزاب أو مجموعات أو باسم الناس عموما. نحن موقفنا ببيروت مدينتي كتير واضح، ما منشارك بهيدي الحكومة، مش لأنه مش قد المسؤولية، لأنه معتبرين أنه اليوم مش شغلتنا نحن نكون عم نلاقي حلول للمصايب يلي هن وصلونا لها. الثورة أيضا تحدثت فيها مع الوزير السابق رشيد درباس. كيف قدروا الناس العاديين، كيف قدر كل واحد يحمل مشكلته الفردية ويأخذها على الساحة أو على الشارع ويطرحها على بساط الشارع مش على بساط البحث؟ فإذا بهذه المشاكل الفردية تتجمع في مطلب جماهيري واضح، ما بيحملوا بحاجة لمندوبين يفوضوا عنه ولا لمانيفست يعلن فيه، هو بدنا حكومة موثوقة ونظيفة وجديرة. وأين لبنان اليوم بعد 100 عام على لبنان الكبير؟ إحنا بعد قرن من تأسيس دولة لبنان الكبير برعاية أجنبية، يقوم هؤلاء المراهقون الذين يؤدبون المراهقين السياسيين، وتقوم تلك النسوة، ويقوم الناس الفقراء والجياع والعاجزون بتأسيس دولة جديدة علمها لا شريك فيه ونشيدها لا شريك له وهويتها خالية من خانات الطوائف والمذاهب. هل يمكن أن يتنازل الرئيس سعد الحريري؟ سؤال وجهته للنائب ديما جمال. الرئيس الحريري عنده يعني يمكن يعمل تنازلات بسيطة، ولكن هيدي الصورة اللي حطتها من أول نهار متمسك فيها وأنا كثير بحترمه. وهل فعلا سمى بعض الشخصيات لرئاسة الحكومة؟ اليوم لما تم الرئيس التفادي مش مظبوط اللي انحكى انه رئيس الحريري هو اللي حرق له اسمه، بالعكس الرئيس الحريري كان مستعد لدعمه، ولكن اسم الوزير التفادي انحرق بالشارع، وهذا شيء ما فينا نحمله مسؤولياته. والوزير بهيش طبارة؟ الوزير بهيش طبارة هو اعتذر عن انه يشكل الحكومة بالشروط يلي عم يحطوا عليها الحلف اللي هو حلف حزب الله مع تيار الوطني الحر. الناشط أيضا رالف صهيون تحدث عن الحراك والثورة. النظام القديم اللي كانت عم تتبعه، إن كان فساد ولا عدم احترام الدستور ولا عدم احترام المهل الدستورية، ولا إذا ما كان في مهل دستورية بقلب هيدا الدستور بتعتبرها عادية وبتاخدها أشهر وأشهر وأشهر تتقدر تشكل حكومة ولا لانتخاب رئيس جمهورية ولا ولا ولا، كل هيدول المواضيع اليوم انتهوا، صار حيالله شيء بحتير من قلب السلطة الحاكمة، هيدي العالم والشباب تحديدا والطلاب موجودين على الأرض تيقدروا يحاكموا هيدول الناس ويغيروا هالمنظومة كلياتها الراكبة بالتوافق ولا بغير التوافق. ظاهرة الحراك استوقفت الدكتور عدنان السيد حسين ظاهرة الحراك من الشمال إلى الجنوب. الموضوع الحراك يعني لفتني شيء، انه هذا الاتصال من شمال لبنان الى جنوبه اتصال مباشر بين بعض الافراد وزيارات وانشطه مشتركه ولغه مشتركه الى حد كسرت كل الحواجز وما ننسى انه بالاساس
في فواصل جغرافية. يعني أنا كتير كنت حزين وقت بسمع شباب بينزلوا من شمال إلى بيروت أو إلى الجنوب بيقولوا أول مرة نحن نشوف بعضنا. هذا كلام ما بيليق بلبنان ولا بيليق بالشباب اللبناني. والموقع الوزاري هو موقع سياسي ولو كان شغله أكاديميا أو تكنوقراط. مسؤولية الوزير تصنف موقع سياسي، مسؤولية سياسية مين مكان تكنوقراط أو غيره. مجرد ما يصير وزير، افترض جبت أستاذ جامعة عملته وزير خارجية، باللحظة اللي بصير فيها بيستلم مسؤوليته، هو مولج بأن يتولى السياسة الخارجية وأن يفهمها وأن ينظمها وأن يقودها. وهل رئيس الجمهورية صندوق بريد؟ رئيس الجمهورية، السيد رئيس الجمهورية، فخامة الرئيس على الطريقة اللبنانية كما نقول نحن، منه بسطجي، بس هو منه بريد. إذا هيك بيفهم الدستور، لا اسمحوا لنا فيها، رئيس الدولة منه بريد، هو رئيس الدولة ولا يوجد غيره رئيسا لهذه الدولة. وعبارة الرؤساء الثلاثة قلتها وأكررها، هي عبارة غير دقيقة في الفقه الدستوري. أخيرا، دور الدولة الراعية في تأمين المواد الأساسية لمواطنيها. أخرجوا قطاع الكهرباء من المحاصصة، من هذه الجعالة التي فرضتموها على الفيول أول منذ 60 سنة. أوضح من هيك؟ هون المشكل، هون القضية. الدولة هي اللي بتستورد النفط، والدولة هي اللي بتنقل الكهرباء إلى الغاز. بدي أشكرك مجددا معالي الدكتور عدنان السيد حسين. بدي أشكر أيضا ضيوفي النائب ديما جمالي، الوزير رشيد درباس، الناشطة نيلة جعجع، الناشط رالف صهيون. الموعد يتجدد السبت المقبل. الإخراج التنفيذي المخرج رودريغ نمنوم، إخراج الحلقة مدير البرامج المخرج ميشيل مجايس. Thank you.